by Bukidari YouTube. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، حياكم الله اخواني. في هذا الفيديو سوف يعني حقيقة انا اعيده فقط من اجل ان يستفيد البعض. تفعيل، وهو خاصية تفعيل ثغرة من اجل الحصول على 56 او اكثر نقطة او نقطة قدرة اضافية، تقريبا 56 نقطة اضافة او نقطة قدرة اضافية. ما هي نقطة القدرة؟ ماذا نفعل بها؟ ما هي الفائدة منها؟ سنوضح هذا الأمر في هذا الفيديو. هذه الثغرة سواء كنت بالباتش 1.04 أو 1.10 أو 1.24 أو 1.31 وهو آخر يعني آخر باتش، كل هذه الباتشات لم تستطع أن تغلق هذه الثغرة، لا زالت الثغرة موجودة ويمكن الاستفادة منها. كل ما عليك هو أن تتابعني بشكل جيد وتركز معي من أجل أن تنجح معك الطريقة. أول شيء أنصحك به أن تدخل إلى مكان حفظ اللعبة وتقوم يعني عمل باك أب لملف الحفظ، يعني تخزين ملف الحفظ حتى إذا ما حدثت لك مشكلة تستطيع إرجاع الحفظ الخاص بك. هذا أول خطوة يجب أن تعملها. الشيء الثاني، يجب عليك أن تذهب إلى، لاحظ، إلى هنا المخزن. بالنسبة للمخزن تحتاج إلى ثلاث أشياء أساسية. ما هي؟ هي الأول هذا مشروب أو جرعة مشروب التنقية. هذا مشروب التنقية، جرعة التنقية هذا يعيد كل نقاط القدرة المستهلكة، يعني نقاط القدرة المستهلكة يعيدها من أجل أن تعيد أنت فتح المهارات وتوزعها كما تشاء. أين هي نقاط القدرة؟ كذلك تحتاج أيضا إلى، أين هذا؟ أهو مشروب ماريبو فوريس السحري متقن الصنع، وتحتاج إلى هذا عسل أبيض. قم بوضعهما هكذا واحد أسفل واحد حتى يسهل التحكم في عجلة يد اللعب الريموت كنترول، ويسهل وضعهما معا. ستستفيد منهما، يعني ستضع هذا ثلاث مرات وهذا ثلاث مرات. تقوم بشرب الجرعتين، ها هو عسل ماريبو فورست في الأعلى، وهنا عسل أبيض، هذا مشروب ماريبو فورست عسل أبيض. إذن ستحتاج إلى هذه المشروبين بالإضافة إلى جرعة التنقية. هذه جرعة التنقية تجدها عند بائعي أو صانعي الخيمة الذين يبيعون الأعشاب، تجدونها عندهم، تبحث عليها في أصحاب المتاجر، موجودة. إذا كان هناك مشكلة ربما أستطيع أن أريك أو أظهر لك مواقع على الخريطة. بعد هذا تحتاج إلى، بعد أن قمت بتفعيل هذه الخاصية، ستقوم بدخول إلى الشخصية. قبلها نقوم بالاستفادة من مشروب التنقية. لاحظوا الشخصية حتى أوضح لكم. هي نقاط القدرة، نقاط متاحة صفر، تلاحظون نقاط متاحة صفر، هي نقاط متاحة صفر. إذن سأقوم بإرجاع جميع النقاط. كيف؟ بالاستفادة من مشروب التنقية. ها هو مشروب التنقية، لاحظتم هذا؟ سأضغط على إكس وأنت قمت باسترجاع، استفدت من المشروب وقمت باسترجاع نقاط. لاحظ رجعت 92 نقطة، 92 نقطة رجعت. أنا ماذا سأفعل؟ سأصرفها أمامكم حتى لا يقول شخص أنها كانت موجودة. ثم بعدها سأفعل الثغرة من أجل الحصول على 56 نقطة إضافية. كيف هذا؟ تابع معي. في البداية نقوم، بعد أن قمت بشرب مشروب تنقية واسترجعت النقاط، أقوم بصرفها، صرفها كما يحلو لك. لكن في بعض الأشياء توقف هنا، أحتاج إلى هذه، صرفها كما يحلو لك، لكن مع بعض الانتباه، بعض الأشياء تحتاجها. احتاج إلى هذه، هاي
الآن هذه ضحى هنا. بعدها اذهب إلى هنا. هذه فعلها ثلاث مرات فقط، لا تضيف شيئا آخر. اذهب إلى هنا علامة كوين، عفوا هنا هنا، احذر احذر، لا تفعل أي شيء آخر، لا تفعل أي شيء آخر. لماذا؟ لأنه الثغرة ستعيد لك هذه، تفعلها تلقائيا هذه العلامات كلها ستتفعل تلقائيا. إذا استهلكت فيها نقاط متاحة فستكون مضيعة فقط. فعل فقط هذه ودرع كوين هنا ثلاث مرات، هذه ثلاث مرات وهذه درع كوين ثلاث مرات، علامة إرد ثلاث مرات، علامة كوين ثلاث مرات، ثم هذه مرة واحدة فقط. حذري، مرة واحدة، أقول لكم مرة واحدة ضحاها. بعدها فعل ما تشاء، فعل هنا أو هنا أو هنا. سنبدأ بالقدرات هنا، سأصرف مدارس واحدة واحدة هنا. أحتاج إلى ربما هذه، يكفيني هنا، أعتقد يكفيني. أذهب إلى هنا، أفعل بعض الأشياء التي أحتاجها. يعني هنا في الأخير ستقوم بصرف النقاط على حسب ما تراه أنت. إذن يكفي هنا، هنا كما نصحتكم. إذن سأفعل هنا السبع نقاط الباقية، ربما أصرفها هنا، بقية نقطتان. إذن أنت حر في صرف بقية النقاط. المهم يجب أن تنتبه على هذه، يجب أن تكون واحدة وهذه. وبالنسبة للعلامات هنا الزرقاء، هذه لا تفعل إلا هذه علامة أرض ثلاث مرات وكوين ثلاث مرات ودرع نشيطة لعلامة كوين مرة واحدة فقط وضعهما في الخانة. بالنسبة لهذه الصبغيات هنا وجب عليك أن تكون عندك هذه النشوة، لاحظ النشوة هنا تكون مفعلة، هذه النشوة تكون مفعلة وأيضا هذه. إذا كانت غير مفعلة فيمكنك يعني استهلاك نقاط القدرة وتفعيل هذه وهذه، لأنك في المرحلة ما تحتاج هذه وفي مرحلة ما تحتاج هذه، نشوة القتال وما يسمى بالحياة الثانية. إذن في البداية نبدأ بهذه، هذه ضع هذه هكذا. إذن الآن نبدأ في العملية. قبلها نحتاج إلى أن فعل درع كوين، نعم درع كوين هكذا هكذا. سأقوم بإمساك درع كوين بهذا الشكل، لكن ليس لا لاحظ درع كوين سيبقى هكذا. إذن نبدأ بشرب المشروبات. هي المشروبات سوبر ماريبو وعسل أبيض ثلاث مرات، كل منهما واحد اثنان بالتو. سأوريكم طريقة. إذن تابعوا معي. سوبر ماريبو عسل أبيض، سوبر ماريبو عسل أبيض، سوبر ماريبو عسل أبيض ثلاث مرات. الآن درع كوين، امسك درع كوين هكذا، لا تترك يدك على يد التحكم. ثم حفظ اللعبة، إذن سأقوم بحفظها هنا. قمت بالحفظ، الآن قمت بالحفظ دون أن أترك يدي. الآن ماذا أفعل؟ أذهب إلى تحميل اللعبة. وأقوم بتحميل هذا الجزء الذي حفظته أو هذا الملف الذي حفظته.
الآن قم بتحميله. أعد تحميله. نعم. The king of the wild hunt sailed aboard the Naglfare, a giant longship that traveled between worlds. أن أدخل. آه لاحظوا. آه كانت صفر. أنفقتها جميعا، حصلت على 56 نقطة. البعض قد يحصل عليها أقل ربما بنقطة أو ثلاثة، والبعض يحصل على أكثر من هذا. إذن سأقوم بعدها بقيلولة صغيرة. لماذا؟ فقط من أجل أن يمتلئ سوبر ماريبو العسل الأبيض. يجب أن يمتلئ سوبر هاو. رجع خمسة سوبر ماريبو عسل أبيض. هذا سوبر ماريبو عسل أبيض يجب أن يكون خمسة. إذن لهذا أخذت قيلولة. الآن نذهب إلى هنا. لاحظ هنا اختفت. كانت ثلاثة، لاحظ كانت هنا ثلاثة وهنا ثلاثة، ذهبت. إذا وجدت وهذه التي كنا نحتاجها، هذا درع ناشط اختفى أيضا. إذا وجدته اختفى، قم بتفعيل علامة أرض هذه هكذا ثم عد. رجعت هذه، رجعت. لاحظ أنها رجعت. إذا انطح في المكان العلوي هنا مرة أخرى هكذا. حذري أن تبدأ في إنفاق هذه أو تشتري بها شيء. لا تشتري بها أي شيء. أكمل معي وتابع معي إلى آخر الفيديو هكذا. لا تنفقها ولا تقوم بإهدارها. حسنا، الآن نفس الطريقة التي قمنا بها سابقا. ماذا أفعل؟ هي سوبر ماريبو عسل أبيض، سوبر ماريبو عسل أبيض، سوبر ماريبو عسل أبيض، سوبر ماريبو عسل أبيض، ثم علامة عفوا أخطأت لا أدري هل ستصلح. أدري هل تخطأ. حفظ الآن، حفظ اللعبة. سأقوم بحفظها. إذن قمت بالحفظ، الآن أقوم بتحميل. أخطأت في الـ لم أضع علامة كوين أو درع كوين. ذهبت مباشرة لاستعمال المشروع. لا علينا، أعتقد أنها ستصلح. المرحلة الثالثة قبل أن نقوم باستهلاك النقاط. لاحظ هذه المرحلة الثانية. مرة أخرى ندخل. لاحظوا الفرق بين الأولى والثانية. الآن ظهرت كل هذه النقاط. لاحظوا ظهرت مفتوحة تلقائيا. هذه هي فائدة هذه الثغرة. ظهرت كل مفتوحة بالإضافة إلى 56 نقطة، لكن لا يزال استعمالها غير ممكن إلى حد الساعة. غير ممكن استعمالها الآن. لاحظ غير ممكن استعمالها، وإذا استعملتها ستذهب العملية أو تذهب كل هذا الذي قمت به. يذهب هباء، لا تستعملها. الآن ماذا أفعل؟ أخرج، أخذ قيلولة أولا حتى أملأ مشروب ماريبو. نعم امتلأ مشروب ماريبو وعسل أبيض، امتلأ خمس مرات. بعدها أتأكد من أنه موجودة. نعم علامة كوين موجودة. قبل أن أستعملها مرة أخرى ماذا أفعل؟ أذهب إلى هنا الشخصية، أذهب إلى هنا وأضع هذه المرة هذه. نعم. وآتي إلى هنا وأملأ. لاحظوا هذه القدرات، هذه القدرات كلها ضحى هنا في
الخنوات. املأ كل هذه القدرات. سيبقى لك السطر الأخير فقط. نعم بقي فقط السطر الأخير. لاحظ كلها ملأتها في الخانات الفارغة مع تفعيل هذه الخاصية هذه الحياة الثانية. فعلت الحياة الثانية حتى تسمح لي بوضع هذه أو توزيع هذه العلامات الزرقاء هذه اللي يسموها العلامات، توزيعها كما تلاحظون. لا يهم الترتيب، ولكن ما يهم أن تكون كلها موزعة ما عدا الصف الأخير، هذا الرف الأخير إذا لم تجد له مكان تركها كذا الرف الأخير. أما البقية فأوزعها هنا كما تشاء ولا يهم ترتيب. بعد هذه العملية نعود الآن نفس الطريقة، سوبر ماريبو عسل أبيض، ثم علامة كوين، سوبر ماريبو عسل أبيض، سوبر ماريبو عسل أبيض، سوبر ماريبو عسل أبيض ثلاث مرات، ثم علامة كوين، وأبقى ضغط على الزر هكذا ثم حفظ. تم الحفظ. الآن تحميل ذلك الحفظ فقط. هذه آخرة. الآن بعد هذه العملية أصبحت النقاط جاهزة للاستعمال. يمكنك الآن الذهاب إلى هنا واستعمال نقاطك كما يحلو لك. لاحظ هذه الآن مفتوحة، استعمل بقية نقاط واشتري بها كما يحلو لك. مثلا أعطيك مثال، ها هو قمة مثلا تطوير هذه. لاحظوا أصبحت يمكنك استعمالها الآن. استعمل النقاط كما يحلو لك. واستفدنا من 56 نقطة بالإضافة إلى تفعيل هذه العلامات تلقائيا. هذه طريقة رائعة جدا. أتمنى أن يكون هذا الفيديو أعجبكم. أي سؤال أي استفسار تركوا أسفل الفيديو. دمتم في أمان الله وتشرفوا بهان. السلام عليكم.